المارد الثلجي حكاية من التراث الفنلندي. في شمال أوروبا وفي دولة فنلندا يكون الشتاء طويلا جدا، حيث يستمر تساقط الثلج شهورا عديدة على شكل بلورات، لكن الأطفال يحبون الشتاء كثيرا، وذلك لأنه الموسم الذي يأتي فيه العيد. أبي، هل سنحصل على هدايا العيد؟ نعم، أكيد سوف تحصل عليها. أودين سيتركها قرب وسادتك. والدي، هل هو أودين أو الرجل العجوز؟ هذا صحيح، إنه الرجل العجوز، وأنا سأطلب منه مع الطفل. هكذا إذن؟ نعم، تفضلوا الكعكة. حينما كنت صغيرا تسلمت هدية من أودين. من هو أودين يا أبي؟ أريد أن أتسلم هدية منه أيضا. بالطبع يا بني. أوه، فهمت الآن. أنت لا تعرف من هو أودين، ولا تعرف أيضا من هو المارد الثلجي. نعم يا أبي، أخبرنا عنه يا والدي. حسنا، سأحكي لكم القصة. كانت تعيش مجموعة من المردة في سعادة ورخاء وتعاون، حيث أنهم كانوا أقوياء كرماء، وكان لكل مارد قزم أسود يخدمه ويقدم له طلباته. هؤلاء الأقزام كانوا حقودين يميلون إلى العراك دائما. وفي يوم من الأيام كذب الأقزام حينما قالوا للمردة بأن أودين، وهو رب إحدى الأسر الآتية من مكان آخر، سوف يأتي ويقتلهم. أن يقتل المرء فهذا شيء مرعب ومخيف. لم يكن أمام المردة أي خيار سوى القتال الشديد حفاظا على حياتهم. وقد كان المردة أقوياء لدرجة أنهم يستطيعون أن يقاتلوا مع أي شخص مهما كانت قوته. ها؟ وهل مات جميع المردة بعد ذلك؟ كلا، فقد هرب أحد المردة إلى حافات السواحل البحرية ليختفي هناك عن أعين ذلك الشخص الذي يدعى أودين، وقيل إنه لا زال حيا يرزق. وفي حالة السبات التي عاشها قرب الثلوج فقد تجمد تماما وصار اسمه المارد الثلجي. هيا يا عزيزي، حان وقت نومك. حسنا، تصبح على خير يا والدي. تصبح على خير. ليلة سعيدة يا ولدي. ليلة سعيدة. هل صحيح أن أودين لا يعرف فعلا بموضوع هروب المارد الثلجي؟ لا أعتقد ذلك، فهو يعرف كل شيء حق المعرفة، ولكنه شعر بوخز الضمير وعذابه حينما قتل كل المردة، ولهذا فقد سمح لأحدهم أن يبقى على قيد الحياة سالما، ولكنه أثر فيه فجعله ينام 1000 عام. كم مضى من الوقت وأنا نائم لا أعرف أحوال الدنيا؟ حوالي 1000 عام. أخبرني، هل تغير شكلي؟ ها؟ لقد بنى الإنسان الكثير من الأشياء، لكنه نادرا ما يتكلم عنها. أما أنت فأذكى منه بكثير يا سيدي. ما هذا؟ هذه هي سكة الحديد وتمشي عليها القاطرات، إنها مزعجة جدا، لذا دعنا نقضي عليها. حسنا، سأدمرها. وما هذا الشيء؟ ها؟ هذا سلك تسري بداخله أصوات الناس ويستطيعون أن يكلم بعضهم البعض. نعم، فلنتخلص منه. هكذا. رائحة طيبة وشهية. نعم نعم، اليوم عيد، لذا فإن جميع البيوت متهيئة للطعام. هيا تعال معي. هيا. رائحة طيبة. هيا بسرعة. هيا. فلنتزلج.
الثلجي أقوى وأعدل مارد في الوجود. هذا صحيح، لقد سمعت بقصته كثيرا من أبي، لذا فإني لا أصدق تلك القصة الخرافية. أوه كلا، لا تدع هذا الصبي يؤثر عليك. أي نوع من البراهين تريد؟ طبعا أنت ترى ذلك الجبل على البعد، تسلق ذلك الجبل ودر به حول العالم، هل يمكنك ذلك؟ هذا مستحيل، مستحيل جدا. نعم أنا أستطيع ذلك. أنت تستطيع؟ نعم، سأختار منطقة على ذلك الجبل وأبقى فيها لمدة يوم واحد، وسوف ندور أنا والجبل في رحلة حول العالم ونعود ثانية إلى نفس النقطة. العالم دائري؟ تعني أنك لا تعرف ذلك؟ العالم يدور. أنا لا أعرف عن هذا الموضوع بتاتا. كل شخص يعرف ذلك. وقلت لي بأنك أذكى شخص في هذا العالم أيها الصغير. طبعا طبعا، فأنت أخي مات. هل اسمك مات؟ أخبرني. نعم. أليسوا خائفين؟ ها؟ بالطبع، فهم يخافونك كثيرا، لكنهم جميعا من أعز أصدقاء المخلصين. أصدقاء؟ أنا ليس لي أصدقاء أبدا، أليس كذلك أيها القزم الصغير؟ سمعني يا سيدي، سمعني، أنا آسف. أرجوك يا صديقي مات، علمني بعض الأشياء. ماذا أعلمك؟ أليس من الخطأ تحطيم السكة الحديد؟ طبعا خطأ. وتدمير الأسلاك؟ هذا خطأ. وأكل طعام الناس؟ هذا شيء فظيع فعلا. لقد أكلت طعام الطفل المسكين. لا بأس عليك، فأنت لازلت في أول الطريق، أصلح الأشياء التي دمرتها. حسنا سأفعل ذلك. هل أنت مستعد حقا لإصلاح ما دمر؟ ها القطار، القطار، هيا هيا بسرعة لنصل السكة الحديد. هيا بسرعة، هيا الناس في خطر. هيا أرجوك أسرع أرجوك. عمل المارد بجد ونشاط وحيوية لإعادة كل ما دمره وخربه إلى حالته الطبيعية. إن ألف عام مدة طويلة جدا، وقد كان المارد خلالها متجمدا شبه ميت، ولكنه لم يلحظ حرارة الشمس. حسنا لقد انتهينا. ليس بعد، سأصلح زلاجتك. لا يهمك، سأطلب من أبي واحدة أخرى. ستكون واحدة بدون زلاجتك. لقد حصلت على صديق حميم بدلا عنها. صديق، لقد حصلت على صديق وأنت يا عزيزي. إنك شخص طيب فعلا. كلا ستذوب، أرجوك أن تسرع بالذهاب. سأرى صديقي في البيت. كلا. كلا لا تفعل، أرجوك إذا لم تذهب إلى البيت فإنك ستذوب، أرجوك. أيتها الشمس أرجوك لا تذيب المارد، أرجوك أيتها الشمس لا تذيب المارد، إنه صديقي، إنه طيب القلب. لقد راحت جميع توسلات مات عبر الريح، فقد ذاب المارد وأصبح قطرات من الماء البارد. لقد طلبت منك أن تعود إلى الجبل بسرعة، لماذا لم تعد؟ كان المارد الثلجي مقتنعا بما حدث له. لماذا؟ لأنه وقبل أن يذوب نهائيا حصل على صديق وعرف معنى الصداقة الحقة، أليس كذلك؟